يا أخي الشعب المصري ده شعب طيب كده ولذيذ، وبالمناسبة أنا حضرني موقف ولازم أحكيه لكم دلوقتي. في مرة كنت راكب مترو وقعت، وفي راجل كبير كده كان واقف، فبنده عليه الحاج تعالى اعوض. قال لي: لا ربنا يخليك يا ابني شكرا. قلت له: الحاج ما صحش تعالى اعوض. قال لي: لا يا حبيبي شكرا، ربنا يخليك شكرا اقعد. قلت له: يا حاج لا ما ينفعش، ما صحش حاجة تعالى. قعد يقول له: والله ما ينفع يا ابني، خليك قاعد. قلت له: يا حاج خلاص، ما انا كده كده المحطه الجايه نازل. قال لي: لا يا ابني حبيبي والله ربنا يخليك شكرا. قلت له: يا حاج انا خلاص نازل المحطه اللي جايه، المحطه اللي جايه هنزل. قال لي: لا يا حبيبي ربنا يخليك شكرا لذوقك، شكرا يا ابني اقعد. قلت له: يا حاج انا نازل المحطه اللي جايه خلاص، تعالى اتنقل اقعد. قال لي: يا حبيبي ربنا يخليك والله ما عليا الطلاق، ما هقعد. اقعد ويمسك فيا ويخليني اقعد غصب عني. اقول له: يا حاج تعالى اقعد، بقول لك نازل المحطه الجايه يخرب بيتك. قال لي: لا والله ما ينفع. فضلنا على الحال ده كتير. قلت له: يا عم تعالى الباب هيقفل، الله يخرب بيتك، انا عايز انزل المحطه الجايه. فين وفين على ما اقتنع وسابني انزل. طبعا كانت المحطه فاتت والباب قفل والدنيا باظت.